السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. نبدأ مباشرة في طبق الفيلي أو الشواكل كما يقولوا البعض. هادو الشواكل تاع الخروف قدستهم العيد الكبير. درك باغي نعمرهم بالكفتة. الكفتة كانت عندي قليلة، كانوا عندي الضياف بزاف، مالي خلطتها مع الرز. عمري ما درتها مع الرز، أول مرة نغرمها بالرز. الأرز طايب نص طياب، شوية ملح، القصبر، شوية ثوم، هادو كامل نخلطهم مع الكفتة. نزيدو عليهم شوية تاع الفلفل الأسود والزعفران اللي بغى اللون. بعد نخلطو كلش. بعد نعمرو في الفيلي المخيط اللي خطرات من يدبحو، كيما نقولو يقطعو الفيلي، يقسمو على شحال من قسمة. نتيا معليش نتيا رقعيه بالإبرة والخيط ولا يميه وديريه كي المخدة. من بعد عمريه. كيش مضاري ندير؟ مضاري ندير الكفتة وحدها مع طبعا التوابل والملح، ونسلق البيض. البيض كي نستفاه في الفيلي ما نستفاهش للعرض، نستفاه للطول. من بعد ندور عليه الكفتة هذيك، اي البيض يجي في وسط الكفتة والكفتة في وسط الفيلي طبعا. من بعد نبلعو عليه باش كي تقطعي لي طرونج يجيو الفيلي هو الطبقة الاولى، طبقة الزوجة هي تاع الكفتة، والثالثة هي تاع البيض. تجي واحد الالوان شابة وتشبع وتشهي. بالطبع هذا طبق قديم جدا، هذا كنا نديروه من بكري. مانيش عارفة دروك، انا مانيش نشوفهم يديروه، نشوف يعمروا الكفتة في المصار، مانيش عارفة. المهم هذه طريقة اللي تبغي تتبعها ولا تبغي تديرها خطرة اخرى، شابة وحضارية وشهية. بعد اللي عمرت نعاود نولي نخيط الفم هذاك باش ما تخرجش الكفتة. وكي تكملوا خاص ترفدي السكين. انا هنايا الفيديو ضاع لي نتاع اللي كنت نتقب في الفيلي. ترفدي السكين ولا هذه الإبرة الكبيرة اللي راني نخيط بها، وتبقاي تثقبي في تثقبي الفيلي. طبعا الثقوب تكون من كل جهه باش ما ينحلش وتخرج الكفته برا. الان ما بقى لي غير نودعكم، ونتمنى نتلاقى معكم في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى نولي الاشغالي نمتعكم بالاعمال اليدويه. هذه الوصفه اعتبروها هديه مني، ولو انكم ما غاديش تاكلوا منها، ولكن والله الا نتمنى لو كان نتقاسمها معكم. مادا بيا تتابعوا الفيديو للآخر إن شاء الله كما العادة. خاص تبلعيه مليح، ما خاصش تخلي فتوحات.
من بعد قعدت نضرب فيه بيدي حتى مدته مع من بعد نثقبه بالسكينه او الابره ونديرها في الكوشه. هذا هو الطبق نتاعنا النهائي. نتمنى لكم ان شاء الله السعاده، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد.